شكرا اخي محمد بن بريك المري. ايها الاخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، احييكم بدوري في هذه الامسية الرئيسية الخاصة باشواط الكبار الحيل والزمول من 8 كيلومترات، يوم خاص بهجن ابناء القبائل مع الكبار وانطلاقات الكبار ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الاصيلة، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. متابعينا ومشاهدينا الكرام، تابعنا قبل لحظات شوطنا الرئيسي الاول، الشوط الخاص بالحيل، واسماء شاركت في هذا الشوط الرئيسي حقق شعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ناموس الشوط الرئيسي الاول مع سحابة التي فازت واهدت عشاق شعار بو ناصر هذا الناموس المسائي بقيادة حمود بن محمد الوهيبي. متابعينا مشاهدينا الكرام، ها هو شوط لا يقل أهمية عن شوطنا الماضي، شوط رئيسي خاص بالزمول من 8 كيلومترات طبعا، وأسماء عملاقة تشارك في هذا الشوط. اليوم حضور الكبار، اليوم حضور الأسماء الأسطورية في هذا العالم الساحر. ننقب عن هذا الشوط الرئيسي الأول ونتعرف من خلال وجود الأسماء الخمسة عما يدور في دائرة الفايف ستار كما يقول المعلقون. الفايف ستار يعني خمسة نجوم انطلقت في هذا في هذه المراكز المصرح لنا بإعلانها مباشرة. خلونا نخوض الشوط الأول، نتعرف على المركز الأول. شاهين على المركز الأول قادم من دولة الكويت الحبيبة، هنا عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي القادم من ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح في هذا الانطلاق في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالزمول. المركز الثاني، المركز الثاني ينطلق ويندفع بالمركز الثاني ليث مبارك بن محمد بن ناصر آل حباب الهاجري على المركز الثاني، يليه مباشرة مبشر لي السيد سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي على المركز الثالث، ينطلق الحبابي على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الهندواني عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس تدخل في هذه اللحظة من قبل اللورد ليسيد سهيل بن سليم بن حربي العامري من شعارات ضيوفنا وأحبابنا بالإمارات. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، أعلنتها لحضراتكم مع هذا الانطلاق في أشواط الكبار، في أشواط الكبار وتألق الكبار. أبناء الكويت ينطلقون بالمركز الأول، أبناء ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح قدموا هذا البعير في هذا الشوط الرئيسي طامحين وطامعين بانتزاع بتحقيق ناموس الشوط الأول الرئيسي. على هذه اللحظات ينطلقون ويندفعون أبناء الكويت في هذا التقدم، ولكن أبناء الإمارات غيروا في هذه اللحظة، غيروا أبناء الإمارات مع اللورد على المركز الأول، غير بشعار سهيل بن سليم بن حرب العامري قادم من ميدان الساد في هذه اللحظات يتقدم في هذا الشوط الرئيسي. شوط مهم يا أخواني، شوط مهم، متابع هذا الشوط، يتابعون أبناء الخليج على شاشة قناة الريان والكاس، يتابعون هذه الأحداث المهمة في قطر، متابعة دولة قطر في هذا العام غير
غير متابعة غير في هذا العام 2022. احتفالات افراح قطرية في كل زمان وفي كل مكان. يا سلام، نتمنى ان شاء الله ان تدوم الافراح دائما وابدا على قطر وعلى الخليج وعلى العالم العربي كله. نتمنى ان شاء الله الافراح تعم العالم كله. عموما يا ابناء الكويت، عادوا الى المركز الاول، عادوا الى الصدارة. شعار العجمي عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي على المركز الاول على صدارة ومقدمة الشوط، يسيطر مع شاهين المركز الثاني. المركز الثاني اللورد لسيد سهيل بن سليم بن حرب العامري على المركز الثاني. المركز الثالث مبشر على المركز الثالث. يلا يا راعي مبشر، مبشر للسيد سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي، اعتقد بالامارات هذا. المركز الاول غير الى المركز الاول الى صدارة ومقدمة الشوط في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الاول الرئيسي الذي يبحث من خلاله المشاركون المضمرون الكرام عن تحقيق ناموس الشوط الاول الرئيسي. هذا هو الشعار الحبابي على المركز الاول، لا زال في المقدمة، وهنا اللي لا زال يصارع، يصارع بشكله الغير، شكله غير هذا البعير. ما شاء الله تبارك الله، شاهين للسيد عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث اعتقد بان شعار، شعار قادم من الامارات. هذا النشمي، هذا النشمي سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي على المركز الاول، غير بدوره الى المركز الاول في هذه اللحظة. قادم من المرموم، قادم من دبي. مرحبا بالاشقاء، مرحبا بالاحبابي في كل مكان. هنا في دوحة الجميع نرحب بالجميع. المركز الاول سيطر النشمي سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي بهذا البعير، غير الى مقدمة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني وصل مبشر لسعيد، للسيد سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي على المركز الاول، على المركز الثاني. المركز الثالث، نشوف المركز الثالث، اول نداء، اول اعلان مغادر على المركز الثالث، مغادر خطير، مغادر. ديروا بالكم من هذا البعير لسيد سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على المركز الثالث من الساد هذا، من الساد هذا العامري. يا سلام، قادم من الامارات. الساد طبعا بمنطقة العين بالامارات، ميدان الساد ميدان يقدم دائما اسماء رئيسية، يقولوا له البوابة 11 هناك. على المركز الثالث، على المركز الثالث مغادر. هل سيغادر بالناموس هذا البعير؟ سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على المركز الثالث. المركز الرابع، نتأخر نشوف هل الكويت بالمركز الرابع لا زالوا يصارعون في هذا الشوط القمة، في هذا الشوط الرئيسي، يصارعون من اجل البقاء في القمة. دائما في القمة أهل الكويت، دائما في القمة. شاهين عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي على المركز الرابع إلى المركز الخامس مباشرة، رقم 13 اللي غير. وهذا ليث، أول نداء لليث عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري من أبناء ميدان الشحانية، ممثل الشحانية في هذا الشوط. يا سلام، ثلاثة أسماء بالمركز الأول والثاني والثالث، الحربي والعامري والعامري على المركز الاول والثاني والثالث من الاشقاء من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والمركز الرابع من الكويت، والمركز الخامس من الشحانية. لقاء وينها للسعودية، وينها للسعودية بالشوط في هذا الشوط. عموما نرحب بالجميع ابناء الخليج، نرحب هنا في دار آل ثاني الكرام الذين يرحبون بضيوفهم دائما في كل مكان وفي كل زمان. نرحب، نرحب بالجميع في دوحة الجميع. منافسة ولا أروع في هذا المهرجان الغالي الذي يجمع أبناء الخليج هنا في الشحانية في جوهرة ميادين الخليج، جوهرة هذا الميدان، يعتبر الجوهر للميادين. عموما أعود إلى الحربي على المركز الأول،
الحربي على المركز الاول يسيطر مع هذا الاسم مع النشمي على المركز الاول. راحت 6 كيلومترات يا الحربي، راحت 6 كيلومترات على نهاية هذا الشوط، ولا زالت الامور والقيادة مع هذا الحربي على المركز الاول. يسيطر 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 في مقدمة الشوط، يبحث من خلال مشاركته في هذا الشوط الرئيسي عن تحقيقه وانتزاعه. بينما المركز الثاني مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي على المركز الثاني، على المركز الثاني، على المركز الثاني، يطمح بتحقيق هذا الناموس. هنا صراع القمة والمقدمة، راحت كوعنا مع الكوع الاخير لوحة 1.5 عن خط النهاية، كل شوي يروح 200، كل شوي يروح 200 الى ان نصل الى خط النهاية. موفقين ان شاء الله ايها المضمرون الكبار. اعود الى الحربي على المركز الاول، مسيطر على مقدمة الشوط في صدارة الشوط. المركز الثاني، بنعطي المراكز مرة اخرى، المركز الثاني مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي، ثالثا بن قنزول يقترب، قلت لكم خطير، قلت لكم خطير مغادر، سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع رقم 14 على المركز الرابع، وهنا يتقدم روض سعيد بن احمد بن دري الفلاحي على المركز الرابع. اول نداء لهذا البعير، هذا البعير الخطير اللي بالمركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس، يلا يا شهواني، يلا يا شهواني على المركز الخامس، حرك الحديدة الحين، الحين افتتحنا الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير. رقم 8 بالمركز الاول مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي على المركز الاول، يسيطر في هذه اللحظة ولع الشوط، وعلى راسه الزعفران صاحب المركز الثاني، على راسه الزعفران يعني سابق له في دورة من دورات الخليج، على المركز الثاني، على المركز الثاني، وبدأ يقترب الشاعر، بدأ يقترب الشاعر بالمركز الثالث المركز الرابع، المركز الرابع الحربي. ولكن خلاص سنبقى مع المقدمة يا اخوان. يو يو يا سلام، والله العظيم انا صاحب خبرة يا اخواني، صاحب خبرة. شوفوا شوفوا، قلت لكم خطير هناك عند لوحة 4 كيلومترات، قلت لكم هذا المغادر خطير. ابناء الساد ينطلقون مع مغادر، سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على المركز الاول، راح بالناموس، راح بالشوط الرئيسي الاول، حققه هذا العامري، حققه هذا المغادر. الله، جود افترنون للعامري، مساء الخير، مساء الخير يا مغادر ويا راعي مغادر، فاز بالشوط الرئيسي الاول في هذا المساء. تهانينا والناموس. المركز الثاني مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي، المركز الثالث، المركز الثالث مروض سعيد بن احمد بن محمد بن ري الفلاحي، رابعا المركز الرابع النشمي سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، المركز الخامس، المركز الخامس حياتي لاحمد بن محمد، لحمد بن محمد بن فهد الرزق العجمي، اسمه حياتي. المركز خلصنا، اعلنت لحضراتكم متابعينا مشاهدينا الكرام على المراكز الخمسة الاولى كاملة مكملة على حضراتكم في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالزمول. حقق مغادر هذا الناموس الغالي، اهدى عشاق شعاره ناموسا مسائيا ولا اروع بتحقيقه وانتزاعه لاول الاشواط الرئيسية في هذا اليوم. تهانينا لمالك مغادر، سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري الذي فاز وانتصر وحقق هذا الناموس الغالي، مهديا اخواننا بالامارات هذا الناموس الغالي. كسر حاجز الاربعين، 12 دقيقة 39 ثانية، 84 جزء من الثانية، هو صاحب المركز الاول، الاول بتوقيته الزمني. مغادر لسليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري، فاز بالشوط الرئيسي الاول. تهانينا للعامري على هذا الفوز المستحق في هذا المساء. المركز الثاني
المركز الثاني 12 دقيقة 43 ثانية 98 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني مبشر السعيد بن فلاح بن جابر الحبابي، تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث وصل مروض لسعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، فاز بالمركز الثالث بتوقيت زمني وقدره كما تتابعون على الهواء مباشرة نقلا حيا مباشر. 12 دقيقة 50 ثانية 24 جزء من الثانية وتوقيت صاحب المركز الثالث، تهانينا والناموس. تهنئة نزفها لمالك